بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتقدم لكم جميعا بالتهنئة ببداية العام الدراسي الجديد، فكما نراكم أمل هذه الأمة وثروة هذا المجتمع وعماده، فكونوا على ثقة وابذلوا قصار جهدكم لتحصيل العلم والمعرفة. حددوا أهدافكم وجدولوا أوقاتكم وكونوا خير عنوان لبلدكم. نبدأ سلسلة الدروس المصورة لمادة إدارة الأعمال الصف الثاني عشر. عنوان درس اليوم: مفهوم وأهمية ومراحل اتخاذ القرار. في البداية نتعرف على أهداف درس اليوم. يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يوضح مفهوم اتخاذ القرار، أن يوضح أهمية اتخاذ القرار، أن يحلل العلاقة بين عملية اتخاذ القرار والوظائف الإدارية، أن يرتب مراحل عملية اتخاذ القرار ترتيبا صحيحا. مفهوم القرار: هل قمت باتخاذ قرارات تتعلق بحياتك المستقبلية؟ هل قمت باتخاذ هذه القرارات وحدك؟ هل استعنت بأحد ولماذا؟ هل لديك بدائل متعددة؟ وفي السنة النبوية الشريفة نجد الكثير من الأمثلة لعملية اتخاذ القرار. فعلى سبيل المثال، عندما كان الرسول يدعو في مكة وكان يتعرض له قريش، فذهبوا وشكوه إلى عمه أبي طالب عدة مرات، وكان رد الشهير للنبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يضره الله أو أهلك دونه ما تركته. ثم استعبر وبكى وقام، فلما ولى ناداه أبو طالب، فلما أقبل قال له: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك أبدا. من الموقف السابق نرى أن هناك عمليتان لاتخاذ القرار. عملية اتخاذ القرار الأولى كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان عليه الاختيار بين بديلين، وهما: البديل الأول فهو ترك الدعوة إلى الله والانصياع لكلام عمه أبي طالب فيحمي نفسه وعمه من شرور قريش، والبديل الثاني فهو أن يرفض هذه التهديدات وأن يستمر في الدعوة إلى الله تعالى متحملا في ذلك ما قد يحدث له من قبل قريش. وبالفعل تمت عملية الاختيار، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم البديل الثاني، وهو رفض أوامر عمه أبي طالب والاستمرار في الدعوة إلى الله. عملية اتخاذ القرار الثانية كانت من جهة أبي طالب، حيث أنه أيضا كان عليه الاختيار بين بديلين. البديل الأول فهو أن يرفض طلب قريش وأن يستمر في دعمه المتواصل لابن أخيه. البديل الثاني وهو إجابة قريش في طلبها وخذلان النبي وعدم نصرته، فاختار أبو طالب البديل الأول وهو رفض طلب قريش ونصرة ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. الهدف الأول أن يوضح الطالب مفهوم اتخاذ القرار. نستطيع أن نعرف اتخاذ القرار بأنه عملية إدارية هادفة تتضمن المفاضلة بين مجموعة من البدائل واختيار البديل الأنسب لمواجهة موقف ما أو حل مشكلة ما أو الوصول إلى غاية محددة. ومن أمثلة القرارات على مستوى الفرد: اختيار المسار الدراسي الذي يلبي رغبات الطالب بالمرحلة الثانوية، اختيار نوع التخصص في الجامعة بناء على هدف الطالب للعمل بالمستقبل، اختيار نوع العمل أو اختيار منظمة معينة للعمل داخلها. ومن أمثلة القرارات على مستوى المنظمة:
قرار تعيين أو ترقية بعض الموظفين بالمنظمة، قرار فتح فرع جديد للمنظمة للمحافظة عليها أو زيادة الانتشار، قرار زيادة رواتب العاملين بالمنظمة. من خلال الموقف الإداري الذي أمامنا نستنتج مفهوم عملية اتخاذ القرار. دعا مدير عام مؤسسة الإخلاص لإنتاج المنظفات الكيماوية مديري الإدارات المتعددة لمناقشة انخفاض مبيعاتها المستمرة لأحد أنواع مساحيق الغسيل لسبب ما، وفي نهاية الاجتماع تم التوصل إلى مجموعة من البدائل التي يمكن من خلالها وقف هذا الانخفاض، منها زيادة كمية المسحوق في العبوة الكرتونية المتوسطة الحجم، تكثيف الحملات الإعلامية، وضع جوائز داخل العبوة الكرتونية، تخفيض الأسعار. وبعد دراسة هذه البدائل والمفاضلة بينها بما يتوافق مع حاجة السوق، اتخذ المدير قرارا بزيادة الكمية في العبوة الكرتونية ذات الحجم المتوسط مع الإبقاء على سعرها كما هو. ما مفهوم اتخاذ القرارات كما نستنتجه من النص السابق؟ بناء على هذا الموقف يمكن استنتاج مفهوم القرار بأنه تحديد المشكلة ثم وضع مجموعة من البدائل لحل المشكلة ثم اختيار البديل الأفضل وحل المشكلة وتحقيق الأهداف. الهدف الثاني أن يوضح أهمية اتخاذ القرار. ولكي نتعرف على أهمية اتخاذ القرار نفكر في هذه الأسئلة: من الذي أعطى الحق للمدير في اتخاذ أي قرار؟ من الذي يدفع المدير لاتخاذ قرار معين في موقف معين؟ هل بإمكان المدير وحده اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالمنظمة؟ هل اتخاذ القرار له علاقة بالوظائف الإدارية الأربع؟ إذن نتعرف على أهمية اتخاذ القرار من خلال هذه النقاط. أولاً، عملية اتخاذ القرار في منظمة مستمدة من التفويض الرسمي والقانوني لمتخذ القرار ومن دوره التنظيمي المستمد من مركزه الوظيفي. ثانياً، وجود مشكلة ما تستدعي حلاً أو وجود حاجة تدفع متخذ القرار وتحفزه على التصرف بطريقة تتناسب مع الموقف وفقا للمعلومات المتاحة والأهداف المطلوبة. ثالثا، صنع واتخاذ القرار يكون وفق منظومة عمل تشمل جميع العاملين بالمنظمة والمشاركين في تحقيق الأهداف المطلوبة، والمدير جزء من السلطة القانونية والأدوار المرسومة للأفراد. رابعا، عملية اتخاذ القرار بطبيعتها عملية حيوية مستمرة تتداخل مع الوظائف الأساسية للإدارة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة. الهدف الثالث أن يحلل العلاقة بين عملية اتخاذ القرار والوظائف الإدارية. من خلال الشكل الذي أمامنا نستطيع القول بأن اتخاذ القرار عملية متداخلة في جميع وظائف الإدارة الأربع من التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. أولاً، اتخاذ القرار في التخطيط. كما نعلم، التخطيط هو استشراف المستقبل ووضع الأهداف والخطط لتحقيق أهداف محددة. مثال: عند التخطيط لشراء الآلات الخياطة التي يمكن استخدامها في مصنع للملابس ضمن مواصفات محددة، فهذا الأمر يتطلب اتخاذ قرار لشراء هذه الآلات حسب المواصفات في الوقت المحدد. إذن اتخاذ القرار مرتبط بتنفيذ الخطة الموضوعة مسبقا. ثانيا، اتخاذ القرار في التنظيم. يتم توظيف الموارد البشرية بقرارات تنظيمية ليقوموا باتخاذ قرارات تشمل جميع نشاطات المنظمة، كما أن ذلك يتطلب اتخاذ قرارات تتعلق بتحديد الوظائف المرتبطة بخط إنتاج الملابس. ثالثاً،
اتخاذ القرار في التوجيه. اتخاذ قرارات لها علاقة بمتابعة وتوجيه مهمات العاملين في خط الإنتاج الواحد لسير العمل بشكل انسيابي. رابعا، اتخاذ القرار في الرقابة. يجب مراقبة عملية الإنتاج في مراحلها المتنوعة، وفي حال حدوث أخطاء في المواصفات المتفق عليها يتم اتخاذ قرارات لمعالجة الأخطاء وفق معايير الجودة المتفق عليه. الخلاصة أن عملية اتخاذ القرار ما هي إلا عملية مستمرة تتكامل وتسير جنبا إلى الجنب مع بقية الوظائف الإدارية، فمختلف النشاطات اليومية والأعمال التي تقوم بها أي منظمة ما هي إلا مجموعة من القرارات التي تحدد مسارات العمل وبرامجه وعلاقاته الهادفة وعليه. فيمكن النظر لأي منظمة على أنها شبكة متكاملة ونظام معقد لاتخاذ القرارات، والتي تعمل على تحويل الموارد والمدخلات كافة إلى نتائج ملموسة. الهدف الرابع أن يرتب مراحل عملية اتخاذ القرار ترتيبا صحيحا. من خلال الشكل الذي أمامنا، رتب المراحل السابقة. مراحل عملية اتخاذ القرار هي كالتالي: 1- تحديد المشكلة، جمع البيانات وتحليلها. 2- وضع البدائل وتطويرها. 3- الاختيار واختيار البديل الأنسب. 4- التنفيذ. 5- المتابعة والتقييم. إذن تمر عملية اتخاذ القرار بخمسة مراحل كما بالشكل الذي أمامنا. تحديد المشكلة، المرحلة الأولى، يتم في مرحلة حيث يتم التفرقة بين أعراض المشكلة وأسبابها الحقيقية، ويتم جمع البيانات المرتبطة بالمشكلة المحددة وتحليلها. لا بد من التنبيه إلى أهمية الحصول على بيانات كاملة ودقيقة للوصول إلى المرحلة الحاسمة التي تقود إلى فعالية القرار الذي سيتخذ. وممكن تعريف حل المشكلة هي عملية استخدام المعلومات والمعرفة والحدس لحل مشكلة تم تحديدها مسبقا. المرحلة الثانية: وضع البدائل وتطويرها. تتضمن هذه المرحلة وضع البدائل وتطويرها وتقويم النتائج المتوقع حدوثها بنسبة لكل بديل، على أن تكون البدائل التي تم تطويرها بدائل حقيقية تتماشى مع واقع المنظمة وإمكاناتها المتاحة، حيث تختلف بدائل علاج أي مشكلة في جودتها وقدرتها على مواجهة المشكلة، ومن الأفضل إعطاء أوزان نسبية للمعايير لتسهيل عملية المفاضلة. المرحلة الثالثة: الاختيار، وهي مرحلة اختيار البديل الأنسب وإدارة عمليات اتخاذ القرار الجماعي، ويكون متاحا في هذه المرحلة مجموعة من بدائل الحل وترتيب كل بديل وفقا لمعايير موضوعية تساعد في اختيار البديل الأنسب. فإن عملية اتخاذ القرار تنتهي عند هذه المرحلة، ويتمثل المراحل الثلاث الأولى من عملية حل المشكلة. وعليه فإن عملية اتخاذ القرار تمثل جزءا من العملية الأوسع، وهي عملية حل المشكلة. المرحلة الرابعة: التنفيذ، وهي مرحلة وضع القرار موضع التنفيذ من خلال توضيح القرار للأفراد أو الجماعات الذين لهم علاقة بالقرار، وبناء الرأي الجماعي حول أهمية القرار، وخلق نوع من الالتزام لمتابعته. وهنا لا بد من التنبيه جيدا إلى أن القرار ومضامينه واضحة لكل المعنيين بالتنفيذ. المرحلة الخامسة: المتابعة والتقييم. تتم متابعة عملية تنفيذ القرار المتخذ والكشف عن الانحرافات وتصحيحها، ولهذه المرحلة أهمية كبيرة في استبعاد الأخطاء منذ بدايتها، وكذلك وضع الاحتياطات الضرورية لتنفيذ القرار وإنجاحه. فهذه المرحلة تمثل تغذية راجعة لمتخذ القرار لإعادة النظر في قراره إذا اقتضى الأمر ذلك. مثال: قد تتخذ وزارة التعليم والتعليم العالي قرارا لحل مشكلة تأثير حمل الكتب المدرسية التي أثبتت الفحوص الطبية أنها تؤثر على العمود الفقري للطالب،
ومن خلال المراحل السابقة لعملية اتخاذ القرار فإنه يمكن لتطبيق هذه المراحل لاتخاذ القرار. حاول عزيزي الطالب تطبيق مراحل عملية اتخاذ القرار، فضلا أوقف هذا الفيديو ثم حاول تطبيق المراحل السابقة في هذا المثال. والآن نتعرف على المراحل الخمسة لعملية اتخاذ القرار في المثال السابق. أولا، مرحلة تحديد المشكلة، يتم جمع البيانات التي تتعلق بنسب حالات اعتلال العمود الفقري في مختلف المدارس الموزعة حسب المناطق والصفوف، ثم تحليل هذه البيانات والوقوف على أسباب المشكلة وآثارها على نفسية الطلاب. ثانيا، مرحلة وضع البدائل وتطويرها، يتم وضع بدائل تساهم في حل المشكلة مثل ترك الكتب في المدرسة أو حوسبة الكتب المدرسية بتخزين الموارد الدراسية على أقراص مدمجة أو تسليم الطلاب نسختين من الكتب المدرسية ليترك نسخة في المدرسة ونسخة في البيت. ثالثا، مرحلة اختيار البديل الأنسب، يتم اختيار أنسب البدائل بعد ترتيبها من حيث التكلفة والآثار الناجمة عند تطبيقها والجهات التي ستتأثر بالقرار داخل الوزارة وخارجها. ونفترض أن البديل الأنسب هو حوسبة الكتب المدرسية بتخزين المواد الدراسية على أقراص مدمجة. المرحلة الرابعة، التنفيذ، يتم عقد اجتماعات مع كل من له علاقة بالقرار سواء داخل الوزارة، وزارة التعليم أو خارجها، لتوضيح القرار وأهميته والمباشرة بتنفيذ القرار. خامسا، مرحلة المتابعة والتقييم، يتم تشكيل فرق لمتابعة عملية تأليف الكتب إلكترونيا ومتابعة سير العمل وتقييمه مثل طرح المناقصة وتدريب المعلمين وموازنة المشروع وبناء الرأي العام. والآن مع أسئلة الكتاب المدرسي، أجب بنعم أو لا على كل عبارة من العبارات التالية. أول مرحلة من مراحل عملية اتخاذ القرار هي التنفيذ، الإجابة لا، ولكن هي تحديد المشكلة. اتخاذ القرار هي عملية إدارية هادفة تتضمن مفاضلة بين مجموعة من البدائل واختيار البديل الأنسب لمواجهة موقف أو حل مشكلة ما. الإجابة نعم. لا علاقة للوظائف الإدارية الأربع بعملية اتخاذ القرار. الإجابة لا، ولكن كما ذكرنا تتداخل عملية اتخاذ القرار في جميع وظائف الإدارة الأربع. المرحلة الأولى من عملية اتخاذ القرار هي تحديد المشكلة. الإجابة نعم. حل المشكلة هو عملية استخدام المعلومات والمعرفة والحدس لحل مشكلة تم تحديدها مسبقا. الإجابة نعم. رتب مراحل اتخاذ القرار ترتيبا صحيحا. فضلا أوقف الفيديو وحاول ترتيب مراحل اتخاذ القرار السابقة. الإجابة تحديد المشكلة، وضع البدائل وتطويرها، الاختيار، التنفيذ، المتابعة والتقييم. إلى هنا أعزائي الطلاب والطالبات، نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم. أسأل الله تعالى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.